بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، ونبدأ درسنا من جديد من دروس شرح رواية واش من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن يهدأ في الوقف نقف بإسكان الدال فليست فيها ياء، فهو المهتدي. ومن يضلل في الوصل عندنا ياء زائدة فقط في الوصل، وفي الوقف نقف بالإسكان. فلن تجد لهم أولياء صلة من الجمع، ومن قبيل مد المنفصل في الإشباع، أولياء مد المتصل في الإشباع، مأواهم من ذوات الياء فيها فتح وتقليل الوجهان. خبت زدناه ننتبه إلى التاء حتى لا تدغم في الزاي. سعيرة راء مفتوحة قبل ساكنة تلقى قراء. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. جزاؤهم مد متصل في الإشباع، بآياتنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وقالوا مد منفصل في الإشباع، أئذا نحقق الأولى والثانية نسهلها بين أئذا ورفاتا إنا نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها ونقرأ بهمزة واحدة ورفاتنا، وفي الابتداء نبتدئ بكسر الهمزة. إنا لمبعوثون فقط اختبارا. الأولى قرأت بالاستفهام والثانية قرأت بالخبر إنا لمبعوثون خلقا جديدا ولم يروا. في الوصل نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. والأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. قادرون راء مضمومة قبلها كسر تلقى قراء على أن مد منفصل في الإشباع. وجعل لهم أجلا صلة ميم الجمع من قبيل المد المنفصل في الإشباع. فأبى في الوقف لنا وجنا فتح وتقليل، وفي الوصل لنا فقط الفتح لالتقاء الساكنين. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. خزائن مد متصل في الإشباع. ربي إذا قرأنا فيه بفتح الياء. الإنفاق نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. الإنسان كذلك نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولقد آتينا بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة، يعني عندنا نقل وعندنا بدل في آتينا موسى وجهنا فتح وتقليل، آيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، بني مد منفصل في الإشباع، إسرائيل فيها مد متصل في الإشباع وفيها بدل لا يمد من طريق الشاطبية. إذ جاءهم مد متصل في الإشباع، يا موسى وجهان فتح وتقدير إنه مدوات الياء. على القصر في البدل في الموضعين لنا في موسى ويا موسى الفتح. نعطف بالتوسط في البدل وعليه التقدير بين في ذات الياء. نعطف بالإشباع في البدل وعليه الفتح في ذات الياء، ثم نعطف بالإشباع في البدل وعليه التقدير بين في ذات الياء. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما أنزل مد منفصل في الإشباع. هؤلاء فيها مدان، الأول مد منفصل والثاني مد متصل في الإشباع. هؤلاء إلا همزتان من الكلمتان متفقتان بالحركة بالكسر. الثانية لنا فيها وجهان أن نسهلها بين هؤلاء إلا، أو نبدلها مشبع بمقدار 6 حركات. هؤلاء إلا رب السماوات. والأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. بصائر مد متصل في الإشباع وفيه راء مفتوحة قبلها كسر تلقى قراء. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا.
من الأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لبني مد منفصل في الإشباع، إسرائيل فيها مد متصل في الإشباع وفيها بدل لا يمد من طريق الشاطبية. لبني إسرائيل اسكنوا نبتدئ ب واسكنوا بضم الهمزة فقط اختبارا لأنه ليس محل الابتداء. الأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فإذا جاء مد متصل في الإشباع الآخرة بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة وفيه راء مفتوحة قبلها كسر تلقق الراء. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.